حداش تومسون 15% والحلو ب 15 والمدرينة بلدي والدقيعة بلدي ب 5 والبنان ب 5 ب 5 يمشي ب 15% هاي هاي مريقل مريقل هذا صح قداش الحشيش؟ 4000 4 ربط ب 1000 والسفناري الرطب 800 والبصل 800 زيادة رخيصة اليوم رخيصة الأسعار رخيصة احكينا شوية على أسعار أنت 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 كمواطن الله يزود بالنسبة للحشيش غالية بطاطا وفلفل و مش نشوفوا الأسعار اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 في مرش القروان نشوفوا الأسعار صباح النور يا صديقي لاباس انا رجعتكم قديش جلبانه؟ 2800 والفول؟ فول بينا جلبانه 2800؟ اه طلعت شوي كانت ب 2000 2500 هكا صحيح والبطاطا؟ البطاطا ب 15 15% والفلفل؟ الفلفل 3.4 3.4 والحلو هذا الفلفل الحلو 3.5 والطماطم مستوى الحوت ملك البحر الشورب 3000 ورجال 6800 سردينة بخمسة و 8 صبرتين غير لا لا تنزيل امريكا ذي سي بريكا توصل الرقمية توصل رقمية اتنكر يا خاطر بالبابيات اشترف وطالي مريتوش وطالي مريتوش شو الاسعار اليوم غالي ها؟ غالي الحوت غالي كل الانواع كل غالية ايش سابونيك سردينة هاي زوالي حتى جران ما عادش ولا عندك في الجران اللطف هذا الجران عليك والله كان حتى جران ما تسمش حتى جران انت يا حتى جران ما تسمش نزل لي 18/6 والتريلي حمرا 18/6 22/6 تريلي حمرا 22/6 وقاروس داخل 18/6 تريلي حجر 29/6 وراتا 14/8 قرنيت عربي هذاك مبسط 34 تريلي ابا استراليا تريلي ابا استراليا تريلي ابا استراليا وشفرت 36 غالي غالي شويه صديقي اليوم ها غالي ها لو لو الطقس عرض الطقس مشي حط لك الطقس ها يا اخي شوف لو كبير غالي بابا قديش حسبتي 17 هنشوفوا ولا لوتري يا باشريا 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 صباح النور شنو الاسعار اليوم اللحم تعرف الهبره ب 28 كتلات 25 وصدره ب 18 كرومه ب 25
كرشة 5000 وهرقمة 12 والحمراء 13 مرقيز ب 20 بالنسبة للعلو 27 ريل يا باشا مش يا باشا ما قرفين كله الكبدة ب 30 الكرشة ب 5000 والدوارة ب 25 والراس 7000 بالنسبة للبرشني 25 كيلو الكبدة 30 كرشة 5000 الدوارة 20 والراس 6000 ما عندكش قعودة غدوة رانا ورينا كاسكروت سيد قروي ترى ابن ياسر ترى استنى خل نشوف شنو هي الخلطه نتاعو توا ذا شنو هي سلطه وحوريه لسه حمراء بطاطا مضبوطه مع ماء زيتون هاك تشوف تبارك الله عليك عندك نصبه نظيفه الحمد لله ربي عينك عاد برشا التصوير نوفر عليها هذيك هناك